استكملت وزارة شؤون البلديات والزراعة جميع الاستعدادات اللازمة لضمان توافر الكميات الكافية من الحيوانات الحية واللحوم لشهر رمضان المبارك. وكشفت وكالة الزراعة والثروة البحرية أن الطاقة الاستيعابية للمحجر البيطري في منطقة بوري ارتفعت إلى 9500 رأس، مما ينعكس بشكل كبير على ارتفاع المخزون من المواشي الحية في الأسواق، وذلك لمواكبة الطلب المتزايد في استيراد المواشي إلى مملكة البحرين استعدادا لتجهيزات شهر رمضان. وبلغ إجمالي الأبقار والأغنام الحية التي تم استيرادها لفترة شهر رمضان المبارك 11611 رأسا من الأغنام والأبقار والجمال، فيما وصلت كميات اللحوم الحمراء المبردة والمجمدة التي تم توفيرها إلى نحو 2569 طنا، أما لحوم الدواجن المبردة والمجمدة فتصل إلى 5770 طنا.